ولكن إذا كان حبك لمن خلق البشر فكيف سيكون حالك؟ إن اقتربت له شبرا اقترب لك ذراعا، وإن ذهبت إليه مشيا أتاك هرولة، وإن أفشيت له سرا فهو عالم لسرك وعلانيتك، باقي لا يذهب ويتركك بل يلازمك في كل أمور حياتك. إن عصيته أمهلك، وإن استغفرته غفر لك، وإن عدت وناديته أجابك. لا يكسر قلوبنا، يعطينا يكرمنا ويغنينا. لا تحب إلا الله.